فيكتور. ماشي. اليوم نأخذ المثال الثاني على في هذا الفصل، وتعلق موضوع الشيت بايلز في حال او الكانتيفر شيت بايل، لما يكون لما يخترق هذا الشيت بايل طبقه من التربه او التربه حبيبيه. فعندنا مثال مالنا اللي امامنا مثل ما ذكرنا، المثال الثاني هذا شيت بايل ارتفاعها 6.1 متر، او ايش التربه شيت بايل التربه ارتفاعها 6.1 متر. يكون الوتر تيبل اللي في هذه التربه على عمق 3.05 متر من سطح الأرض. وانطانا بالسؤال، انطانا البروبرتيز للتربة اللي وقع فوق سطح فوق مستوى التيبل، واللي هي الفاي مات 30، والدنسيتي دايد استيماتها هي 17.28، بينما التربة المشبعة اللي أسفل وقت التيبل انطانا الفاي مات 30، والدايد استيمات الافكت دنسيتي هي 9.42. بما ان الفا هي نفس التربتين فقط اختلاف اختلاف فقط هو في قيمه الدنسيتي، اذا التربه نفسها لكن فقط لان التربه هو مش لما فقط اختلاف هو في منسوب الوتر تيبل، هاي التربه جافه وهاي التربه مشبعه. هذا الشيء تبعيه التربه نفس التربه اخترقها، بحيث يكون العمق دي هم مثلنا الميتريشن ديث عمق الاختراق. المطلوب بهذا السؤال تصميم شيت بايل، هذا مرة اثنين ليش هاي التربة، أي معنى آخر إيجاد السكشن نوع المقطع مناسب لهذا شيت بايل بحيث يقاوم البيندينج مومنت يتعرض له، هذا الكانتليفر شيت بايل. وبنفس الوقت إيجاد طول العمق الاختراق اللي هو داخل التربة الرملية، وبالتالي طول الكلي للشيت بايل. انطانا المعلومات بالإضافة إلى البروبرتيز مال التربة، انطانا إن إحنا سيفتي فاكتور الخاص بشيت بايل هو 1.3 متر اللي هو 30% معناته زيادة نسبة إلى متراشن ديث، يعني 1.3 كسيفتي فاكتور نسبة إلى المتراشن ديث. يعني بعد ما نحسب عمق الاختراق هذا نضربها في 1.3 حتى نكون في ضمن السيف سايد. ايضا طان الالابل ستريس اللي هو الاجهاد المسموح اللي ممكن تعرض لهذا الشيء فاير. كذلك طان درجه او انجل اوف فريكشن، زاويه احتكاك او درجه احتكاك ما بين التربه وما بين الشيت فاير. هذا احنا عندنا تبدا نحدد نوع شيت بايل، هو كانتليفر شيت بايل، يعني لا هو انكر ولا هو بريسك شيت بايل، وانما هو كانتليفر شيت بايل. نوع التربه اللي اخترقها شيت بايل هو تربه حبيبيه وليس طبقيه، يعني تربه جوه منطقه دريج دريج، لانه هذا دريج لاين. شو نوع التربه؟ هو التربه نفسها هي تربه حبيبيه وليس طبقيه. اذا بالتالي احنا نعرف ان المخطط اللي هو موجود في المحاضره، المخطط اللي يخص هذا النوع من شيت بايلز اللي هو كانتليفر شيت بايلز، يختار تربة حبيبية وليس طينة شطينية، هو هذا المخطط مات الدايجرام مات أو البشر دايجرام. هذا المخطط موجود به كل العلاقات المطلوبة اللي نحتاجها لإيجاد مقدار الانتريشن ديف. شو نوصل الانتريشن ديف؟ إنه هو هذا الدي، بحيث الدي هذا عمق الاختراق يشمل هاي المسافة اللي هي أي small أي، وهي المسافه اللي يكون عندنا بها البشر عندنا هذا البشر، يعني هاي الجهه من الشيت بايل تكون تحت تاثير بدايه تحت تاثير اكتف فورس، يعني دفع الى الخارج، يعني يكون باتجاه هذا، وهاي التربه تكون تحت تاثير باسف تكون دفع بها من اتجاه هذا الى من يسار الى اليمين. هذا البرشر، هاي الجهه تشتغل اكتف الى ان تصل الى عمق معين هو ان الاي، بحيث يكون بها الرشر صفر وتبدا صافي البرشر. يعني نتكلم عن ايش؟ عن صافي البرشر، يعني البرشر اللي عندي اكتف الى حد هذا العمق، البرشر هو صافي اللي جاء من اليمين والجاء من اليسار من الاكتف والباسف، الصافي هو احنا نقول اكتف فورس، يعني يكون اتجاه البرشر مالتنا يكون اتجاه مالته من
اليمين إلى اليسار إلى حد هذا العمق، إلى حد هذا المنسوب. عندي منسوب الأي اللي هي هاي النقطة، دبرشة يساوي صفر، يبدأ يشتغل إيش الصافي اللي هو الصافي دبرشة، يبدأ يشتغل إيش؟ يشتغل باسف، يعني باتجاه، هذا هو المحصلة مالت الدبرشة يكون باتجاه اليسار وتستمر آلي. كل ما اتجهنا من الأسفل راح يكون عندنا يزيد مقدار الباسف فورس نسبة إلى الأكتف فورس، الاكتف براشر نسبة الى نسبة الى الاكتف براشر، الى حين نصل الى نقطة عمق معين بحيث يبدأ بها ايش؟ بها يصير الانفعال او الازاحة اللي ممكن يتعرض لها، هذا شيء فايل تكون كبيرة، يعني مع زيادة العمق هذا الدفع في هذه الطبقة هاي التربة يكون يكبر، كل ما زيد بالعمق كل ما هاي الطبقه ما هاي مالت التربه كل ما تاثير الدفع بهذه الجهه هاي بالباسف يكبر بالنسبه الى هذه الجهه، بحيث يبدا يصل الى الشكل هذا. ما بعد الساعه راح يصير عندنا انتهاء هذا العمق، راح تبدا او يبدا شيت باير، يعني يصير بنوع من الازاحه بالشكل هذا، من انقلاب ينقلب تاثير دفع التربه. بالحاله هذا نعدها عند هذه المرحلة، هاي المنطقة تبدأ تشتغل أكتف وهاي المنطقة تشتغل باسف، بحيث يبدأ يجي هذا المخاط مالتنا يشتغل يقل، بحيث هاي المنطقة لما تشتغل كل ما زاد بعمق كل ما هاي المنطقة تدفع بشكل أكبر، يصير عندنا ميلان كبير بالشت بايل، فهاي المنطقة يبدأ فعلها يبدأ الباس ما تقل، وإنما يكون عندي الدفع هو الأكتف هو اللي يشتغل يكون فعال على هاي الجهاية، بحيث يبدأ الباسف يوصل مرة ثانية الصفر الباسف فورس، وتشتغل هاي المنطقة مرة ثانية تشتغل عندي أكتف بدل باسف. إذا هاي المنطقة تشتغل باسف إذا هاي المنطقة أو هاي المنطقة تشتغل أكتف، هاي المنطقة تشتغل إيش؟ على اليسار تشتغل باسف. يعني خلينا نعيد الكلام الجميل كذا مجيد. البداية الدفع من اليسار من يمين من اليسار تحت تأثير هذا الارتفاع أو هذا الجزء اللي ساد إيش الشيت بايل. كل ما اتجهنا بالشيت بايل الأسفل، يعني كل ما زاد عمق الشيت بايل يبدأ إيش يقل تأثير، يشتغل عندي الأكتف من يسار من يمين من يمين لليسار، والباسف يشتغل من يسار لليمين، بحيث يبدأ يقل عندي الأكتف على حساب إيش الباسف. إذا أن يساوي الأكتف ويا الباسف بحيث يصير عندي برشا صفر. بعد إيش؟ الباسف كل ما اتجهنا باتجاه الأسفل العمق زاد، يبدأ الباسف هو يكبر على حساب الأسف الأكتف. يوصل المرحلة إيش بيها؟ المرحلة هاي هذا الشيت بايل بعد ما يصير عمودي يصير به انفعال بحيث انقلاب بحيث ينقلب هالشكل هذا. إذا انقلب هالشكل هذا بالتالي فإيش؟ هاي تبعث الدفع باتجاه هذا، بحيث اشتغل هاي التربه تشتغل عندي اكتف وهاي المنطقه تشتغل عندي باسف لتنقل الايه، بحيث يبدا عندي ايش الباسف الحال هاي يقل على حساب الاكتف، الى ان نصل الى اكتف باسف بصفر، وتصير المنطقه صار عندي هاي الجهه صار عندي ايش هاي المنطقه صار عندي باسف تشتغل وهاي المنطقه تشتغل عندي اكتف، وصعب الحساب هذا يكون مخطط مالتنا التيبيكال مالت بشر دايجرام في حاله الشيت بايل اللي اخترق تربة رملية أو حبيبية، يكون هو هذا الشكل اللي هو موضح أمامنا فوق بالأعلى، واللي أنا محكم هنا بلونه بنفسجي اللي هو هذا هو يشير المخطط مؤثر البشر دايجرام. على فرض أن كل شيء متوفر، هاي المعادلة متوفرة عندنا بالمخطط مؤثر بالسؤال، طلب عندنا بالسؤال طالما عندنا ايجاد مقدار ايش او تصميم الشيت بايل اللي هو نجد المقطع المناسب لهذا الشيت بايل وايجاد طول هذا الشيت بايل الكلي، يعني بعد ما طلع الدي نطلع نضيف له هذا 6.1 ونطلع الارتفاع الكلي او طول كل الشيت بايل، بناء على فرض ان هاي المعادلات متوفره. المعادله اللازم احنا نوجدها حتى نوجد طول الشيت بايل هي نحتاج، احنا قلنا هاي المعادله حتى نجد نقطة الواي اللي هي منطقة اللي هي بعدها قلنا يكون بها دبرشة صفر
بعد ما قلنا يكون الاكتف هو البشر، صافي البشر هو الاكتف هو الفعال، يصل الى مرحله تكون بها عمق الاي سمول اي البشر صار صفر. عندنا معادله طلع منها قيمه اي، هاي المعادله ممكن تطلع قيمه الارتفاع اي اللي تكون بها البشر صفر. بعد قلنا احتاج قيمه الواي اللي هو باقي البنتريشن ديبث اللي هي من هنا لهنا الى حد نهايه الشيت بايل، هاي الواي نجيبها من المعادله هذه. وارجع اقول انا فصلت الكلام كله ان هاي المعادلات اللي كلها موجوده متوفره عندي، هاي المعادلات المخطط انا المفروض اعرفه، هذا المخطط مالتنا التيبيكال، هذا هو المخطط اللي يهمنا بالمخطط. انتم المفروض المخطط اللي يهمنا المخطط اللي هو جزء من عندنا، هذا الجزء اللي هو فوق منطقه الدرج لاين نقدر نحسبه، اللي هو من هنا لحد الدرج لاين نحسبه بعد حساب. يبقى هذا المخطط هذا من هنا الشكل هذا، هذا احنا المفروض نعرفه نحفظه ببالنا. ارجع اقول فيما لو المعادله هاي كانت متوفره، هاي المعادله اي احنا قلنا نحسب بها هذا الجزء من اي من العمق بتش الدف معلوم، معلومه متوفره عندي اطلعها احسب بها مقدار البرشر مقدار اي، وهذا بعدين مع بعد ما طلع الاي احسب قيمه الواي من هذه المعادله، اجمع الاي مع الواي راح اطلع مقدار البتريشن ديف اضربه في 1/3 يطلع عندي الطول المطلوب الفكتور. بعد اروح على اعداد المقطع، خلينا نجي خطوات الحل، خطوات مالتنا راح اقولها مساعدها لما تكون عندي كل شيء متوفر عندي بالسؤال، كل شيء ما عندي شيء مجهول، يعني هاي المعادلات كلها متوفر امامي، هاي المعادله متوفر عندي واجي احل السؤال. اول شيء اسوي اطلع الميتريشن ديث اللي هو الاي زائد واي اجمعها اطلع قيمه الدي. لازم شو اسوي في الدايم كاول خطوه للحل هو ان نرسم البشر دايجرام من سطح الارض الى ايش منطقه الدرج لاين، هاي مو لازم شيء احنا نرسمه يعني من هنا الى حد ما قلنا ما اسفل الدرج لاين هذا هو الشكل مالته يكون عندنا. اجي احسب البشر وين حتى احسب البشر الدايجرام، احسب البشر هنا عندي عند هاي النقطه، احسب البشر عند هاي النقطه، واحسب البشر عند النقطه يطلع عندي الاكتف فورس الى حد منطقه الاكتف برشر الى حد منطقه الدرج لاين. شلون نجيب البرشر؟ نحسب الاوزان العموديه نضربها بال الاكتف كوفيشنت عندنا يطلع عندنا نحول الاوزان العموديه الى اوزان الى دفع جانبي. منين نجيب الكوفيشنت؟ ما عندنا في السؤال هذا نحتاج لكل من الاكتف كوفيشنت ونحتاج الباسف كوفيشنت، راح نجيبهم من جدول رقم 7.1 فيما يخص الاكتف كوفيشنت ونجيبهم من جدول 7.2 بالنسبه لما يخص الباسف كوفيشنت. طبعا حسب كولوم عندنا رانجن وعندنا كولوم، حسب كولوم عندنا هذا جدول 7.1 للاكتف كما ذكرنا وجدول 7.2 هو للباسيف. شو نحتاج بالجدول هذا مثل ما اخذناه بالسؤال الاول؟ نحتاج الزاويه المحصوره ما بين الشيت بايل والافق اللي هي الفا 90، ما يكون عندي الشيت بايل عندي عمودي اذا الزاويه الفا 90. الزاويه المحصوره ما بين سطح الارض وما بين افق، انا عندي سطح الارض افقي فبالتالي حيكون عندي ايش؟ الزاوية بيتا المحصورة ما بين سطح الأرض والأفق هي زاوية صفر، فعندي الألفا 90 والبيتا صفر. أحتاج الفاي الزاوية احتكاك الداخل التربة 30 من الطبقتين، التربة هاي والتربة، التربة قلنا إيش؟ التربة نفسها. أحتاج بعد شنو؟ أحتاج الزاوية احتكاك ما بين التربة وما بين شيت باير اللي هي ضنيها دلتا 17. كل المعلومات موجودة عندي، الألفا 90، البيتا عندي صفر، الفاي 30، الدلتا 17. اروح عاجب رقم 7.1 واطلع ايش؟ اطلع الكيسر اي احسن 299. ومن جدول 7.2 اطلع الكيسر بي هو 5.385، وجدنا الدفع الجانبي في حاله الاكتف والدفع الجانبي المعامل الدفع الجانبي في حاله الباسف. هسه ابدا ارسم او ابدا ارسم البشر دايجرام. عندي البرشر عند البوينت او عند المنسوب صفر على سطح الارض. ايش قد نحسب عندنا؟
عندنا سير تشارج، عندنا وزن او ضغط خارجي موجود، احنا عندنا لا دكتور ما عاد. ما عاد نفع صفر. انزل جوا اللي احد عمق، العمق اللي هو 3.05 متر. عند هذا العمق احنا عندنا هاي التربة، هاي طبقه تربه وهاي طبقه ثانيه من التربه. فقط اختلاف في قيمه الدنسيتي، هاي مشابهه هاي جافه وهاي مشابهه. الفاي نفسها مبنى الفاي نفسها، اذا كيس اوف اي والكيس اوف بي ما تغير، يعني عندي الفاي نفسها، الداتا نفسها، البيتا نفسها، والجاما والالفا نفسها، البيتا والالفا والفاي والداتا نفسها. اذا نان عندي فقط اللي يحكمنا هو منسوب وورد تيبل او اللي هو الجاما. بالحاله هاي راح احسب اللي بش عند هاي المنطقه فقط، عند هاي المنسوب. يعني تذكرون من السؤال الاول لما تغيرت الكي اي كيس اي، لما تغيرت من طبقه الى طبقه اخرى اخذنا ايش؟ اخذنا مرتين، اخذنا مره يعني مباشره قبل الدخول على الطبقه الثانيه، وقدنا البشر مرات على نفس الليفل لما مباشره بعد ما ندخل بالطبقه الثانيه. انا ما عندي حتى مشكله، انا عندي فقط اوتر تيبل، نفس التربه، نفس الكيس اب اي، نفس الكيس اب بي. احتاج فقط احسب البشر عند هذا المنسوب مره، احسبه مره واحده. شلون احسبه؟ هذا العمق 2.05، الدنسيتي اللي هي 17.28 بما ضربه بالكيس اب اي اللي هو معامل دفع الجانبي في حد اكتف. عندي ايش؟ الدفع من يس من اليمين باتجاه اليسار بالشكل هذا، فاضربه في كيس اب اي، فاجي على عمق 3.05 متر، اقول 0.99 اللي هو كوفيشنت اوف اوت اوف رشر في 3.05 في 17.28 يعطيني رشر في دوله 15.758 كيلو باسكال. هسه وانا اجي ورا ما حسبنا البشر هنا، انزل الى هذا المنسوب اللي هو الدريش لاين، احسب البرشر اللي هو بعده اكتف، ما عندي بشر بالجهه الثانيه. هسه لكم ليش ما عندي بشر بالجهه الثانيه؟ ما انا عندي بشر اكتف بعد فقط من يسار من يمين باتجاه اليسار. احسب جلد البشر، منين نجيب هذا البرشر؟ من وزن طبقه التربه، اضربه في الاكتف كوفيشنت يطلع الدفع الجانبي، اجي 3.05 في بين الاضباط ب 17.28 زائد 3.05 في الافكتيف دنسيتي اللي هي 9.42، هذه 3.05 في 17.28 زائد 3.05 في 9.42 وزن طبقه التربه، هذا زائد هذا اضربه بمن؟ في 0.299 اللي هو معامل الدفع الجانبي للطبقه هاي الفوق والطبقه الجو. شو يعطيني بشر عند هذا الليفل اللي هو 6.1 متر، يطلع عندي 24.349. هذا نحسبه حساب لو بشر احنا نحسبه. لما وصلنا هسه نوصل خط مستقيم من الصفر من الى ال 15.75، من 15.758 اسوي خط مستقيم الى ال 24.349. اذا هذا مش احنا سنتر رسم حسبت حساب. اجي شو اسوي بعد؟ اجي مباشره اوصل خط مستقيم من هنا الى هذا العمق لعن التعيين حدده، وبعدين اجي ايمن اجي بهالشكل هذا الى بحيث يكون عند نهايه الدي يكون عندي بشر مخطط بالشكل هذا ناجح. هسه بحيث البشر هنا عندي من هالنقطه هاي للنقطه هاي حسب هذا المخطط ايش سميها؟ بي سب بار، بي سب بي بار، هذه هي حتكون عندي البي سب بي بار. البشر اللي هو منا لهنا هو بي سب بي دبل با دبل داش، هذا هو بي سب بي دبل داش. هسه هاي اول خطوه رسمنا البشر دايجرام بعد ما حسبنا قيمه البشر عند هذا الليفل عند هذا الليفل عند هذا الليفل، وصلنا هذا المخطط لهنا، بعدين ارسم خط مستقيم بالشكل هذا الى اوصل الى نهايه الى حد العمق هذا، خلينا نقول عمق زد من النهايه من القاعده، وبعدين ارجع الى بالشكل هذا الى منطقه
الاكتف المنطقه الثانيه اللي على يسار هذا المحور. قسم احسب ايش؟ اول جزء من الشيك بايل العمق الافتراق اللي هو الاي. وارجع اقول على فرض ان هذا الكلام مالتي كل شيء عندي متوفر، عندي هاي المعادله متوفره، هاي المعادلات كلها متوفره عندي موجوده متوفره بس بطاقه السؤال. فدي احسب هذا جزء من الدراشن ديلف الاي. منين نجيبه؟ من هاي العلاقه. ايش تساوي لنا الاي؟ تساوي لنا البريشر، الاكتف بريشر وين؟ عند يا منسوب؟ عند منسوب الدوج لاين. هنا أنا عندي. يعني هنا أنا عندي. الاكتف بريشر يعني توني بعد ما داخل الطبقه الجوة. هذا هو البي سب اي بار. يعني هذا البريشر قلنا مباشرة قبل لا اكون قبل ادخل بالمنطقة مالت الدرج لاين، يعني بعدني يعني كنت واصل الدرج لاين. هذا بي سب اي. طبعا بالمناسبة نلاحظ ان الوتر تيبل على طرفي الشيك بايل، يعني هاي الجهة وهاي الجهة. المفروض لما اجي انا احسب البريشر مالتي من اجي احسب لحد ما اوصل البريشر لحد هاي المنطقه هاي اللي هو اكتف بريشر قلنا وسط توقعات هذا زائد هذا ضربناه بما بالكوفيشنت هذا شو اضيف له؟ اضيف تاثير الماي اللي هو من دفع عندي جانبي بالشكل هذا شو مقدار جاما في ايش؟ في 3.05 في اتش. ومن هنا هذا من يسار من يمين يسار وايضا الطرف الثاني هم عندي بريشر من الماي ايش مقداره؟ هم جاما افكتف ايش؟ او جاما ووتر عفوا مو افكتف جاما ووتر. بما ان المنسوبين مستويات على طرف الشيك بايل بالتالي على طرف الشيك بايل هذا البريشر راح يلغي هذا البريشر. فما دخلنا الحسابات لان مباشره عندنا فورسز هي او البريشر هو وسط طبقه التربه بغض النظر عن تاثير الماي هنا. فيما لو منسوب الماي عنده اختلاف على هاي الجهه مو نفس على هاي الجهه لا راح احسب البريشر ادخل بالاكتف هنا عندي تاثير هذا البريشر اللي هو قام في اتش وادخل واقص من عنده تاثير الدفع الجانبي مالت الماي اللي هو قام خلينا نقول اذا قلنا هاي اتش 1 خلينا نقول هاي اتش 2 تاثير مرسوم على الفرق ما بين منسوبين اللي هو هذا الجهه بجهه في منطقه الاكتف ومنطقه الباسف. لكن بما احنا قلنا المنسوب ماي بالساعه طرفي ما احتاج احسب الماي ما دخلته في حساب في حساباتي. فهذا المسح. هسه قلنا اذا احسب الاي حسب هاي المعادله البي اي بار يعني الرشا الى حتى نواصل الى منطقه الدرج لاين ايش قد البي اي بار بيصير اي بار ايش يساوي لنا؟ ايش؟ حسبناها هذه 24.349 قلنا نجبناها من هاي العمق في الدنسيتي دنسيتي زاد هذا العمق في الافكت في الافكت دنسيتي ضربناها بالاكتف كوفيشنت بين البشر شنو عليه؟ مقسوم علي من؟ طبعا هاي البي عباره انا حاسبكم اياها مره ثانيه. مقسوم على هذا الاي حسب هاي المعادله البي عباره على السي او حسب الجاما افكتيف ما تتربط هناك جوا في الفرق ما بين الباسف كوفيشنت والاكتف كوفيشنت. هذا القيمه اللي هي افكتيف دنسيتي اللي هي افكتيف دنسيتي في الفرق ما بين الباسف كوفيشنت والاكتف كوفيشنت شو نسميها؟ نسميها كات سي. هاي السي مثل لنا ميل هذا الخط المستقيم اللي ارسلناه. الميل بحيث يكون عندي لكل عمق واحد متر خلينا نقول هذا الميل كل واحد متر عمق ينطيني باتجاه الافقي ايش؟ سي. كل واحد متر باتجاه عمق ينطيني باتجاه الافقي سي، قد السي قلنا هي تساوي لنا ايش؟ تساوي لنا الافكتيف دنسيتي مال تبع الجوا لوج لاين
في الكيس اوف بي نفس الكيس اوف اي حسب هذه العلاقه ولنا ثبتنا. زياده السي من الافكت نفس عندنا الافكت نفس هي 9.42. الفرق ما بين كي بي وكي بي وكي اي هي 5.385 نفس 0.299 يطلع عندي 47.91 كيلو كيلو على طول مكعب. هذه الكاتر سي ان الميل مت هذا الخط. تقسم البريشر لما كنت نواصل الى دوج لاين بعد ما عبر على الطاقه جواها ان انا واصل انا البي سب اي بار اللي هو ايش قد ساوي لنا؟ قلنا 24 شلناها 24 اي حسبناها 24.349 اقسم على السي يطلع عندي اي وجدنا هسه فقط هذا الامر جزء من التشن ديبث اللي هو اي ويساوي 0.508 متر. هسه شيء بدي احسب؟ بدي احسب واي اللي هو هذا الجزء. هذا الجزء منين نجيبه؟ راح نجيبه من هاي المعادله. ارجع اقول هاي المعادله اذا متوفر عندنا هذا كلام حد معنا كلنا بتكون هاي الامور كلها متوفره عندنا. انا امسح هذا. بهاي المعادله اللي هي عباره عن معادله من الدرجه الرابعه شنو احتاج؟ احتاج احسب بيها البريشر عند هذا البي بار بيصبي بار داش وين عندي هذا البريشر وين عندي انا اشوف هذا نفسه هذا هنا عندي بدي احسب هذا اشوف البي سب تي بار داش ايضا شو احتاج احسب الار اي طبعا هذا البي سب بي لما تكون عندي هذا خلينا نعرف البي سب بي بار داش ينتهي احنا قلنا لما يصير عندنا في عند لما هاي المنطقه يصير عندنا هذا ايش ينتقل بحيث يصير عندي انقلاب بي هاي المنطقه راح تصير عندي اكتف وهاي المنطقه راح تشتغل عندي ايش؟ تشتغل الجهه الثانيه تشتغل عندي باسف بسبب الدفع الكبير لل من جهه من جهه اليسار عندنا الدفع الكبير الكبير من هالجهه هاي كل دفع بها اكبر مقابل الدفع باللي من هنا هاي المنطقه تشتغل عندي اكتف هاي المنطقه تشتغل عندي اندي تشتغل عندي اكتف باسف العفو هاي المنطقه على هذا الفوضى على اساس هذا نحتاج نحسب نحسب قلنا البريشر عند هذا المنسوب في اي حاله؟ في حاله الباسف لما قلنا صار عندي انقلاب هاي المنطقه قام يصير عندي باسف هاي المنطقه قام يصير عندي اكتف فاحسب البريشر عند هذا المنسوب سمينا البي سب بي بار داش نحتاج المعادله بالمعادله نحتاج ايش؟ لان كابتن سي اللي هو الميل مت هذا خط مستقيم حسبناها هو الفرق ما بين الاكتف والباسف كوفيشنت مضروب في الجاما. بعد ايش احتاج المعادله؟ احتاج احسب الار اي هي المحصله مات قوه الدفع الجانبي الضغط الجانبي. المحصله قوه الفورس شو يسوي هاي الفورس الار ار اي تمثل لنا مساحه البشر دايجرام في منطقه الاكتف فوق الدرج لاين يعني من فوق هذه الجهه يعني فقط من هنا لاعلى يعني مساحه رقم واحد هذا البشر دايجرام قسمنا الى ثلاث مساحات مساحه مثلث زائد مستطيل زائد المثلث اللي هذه واحد زائد اثنين زائد ثلاثة اجمع المساحه احسب كل مساحه واطلع قيمه الار اي احتاج بعد ايش؟ احتاج الواي سب بار هو بعد المحصله عن هذا المنسوب اللي صفر بي سوى بي الاكتف مع الباسف نجي على شلون نحسب الواي بار؟ هو ناخذ عازم المحصله حول هذا المنسوب يسمى مجموع عزوم مركبات وهسه ناخذها فقره فقره. هسه خلينا نجي اول شيء نحتاج ايش نحتاج؟ البريشر عند هذا المنسوب الباسف بريشر عند هذا المنسوب. شلون نحسبها؟ هاي المنطقه بعد ايش؟ ما تشتغل عندنا اكتف قلنا تشتغل باسف. فنحسب الاوزان العموديه كلها عندنا منها نقطة هاي إلى حد هاي النقطة
نضربها في نضربها نضربها بالباسيف كوفيشنت، بعد قلنا منطقه هنا لما يصير عندنا انقلاب بالشيت بايل هاي حتصير الباسيف، هاي حتصير اكتف حتى احسب الباسيف رشائد هذا منسوب في هاي الاوزان العموديه. انا عندي اضربها بالباسيف كوفيشنت والاوزان هنا العموديه مش عندي، انا عندي اضربها بالاكتف كوفيشنت، هاي متوسط الباسيف وهاي متوسط عندي اكتف. اجي ايش احسب هسه 3.05 في ارتفاع في الدنسيتي اللي هي 17.28 زائد 3.05 في افكت دنسيتي افكت اللي هي 9.42 زائد اي اللي حسبناها اللي هو 0.508 بيمن بالافكت دنسيتي اللي هي 9.42. هاي هذا صار عندي ايش مجموع اوزان عموديه من هالنطهايه الى هالنطهايه حسب هذا العمليه. بمن اضربها؟ اضرب الباسف كوفيشنت اللي هو ايش؟ 5.385. ما انا عندي هذا باسف، شو يصير عندي بالطبقه؟ عندي طبقه تربه ثانيه مقابلها ايش؟ هاي الطبقه عمقها اي، اشتغل الاكتف فاطرح من الباسف اطرح الاكتف فورسز او بشر ناقصا ايش؟ العمق هذا اللي هو 0.508 في الديزيتي مال التربه اللي هي الفكت ديزيتي 9.42 9.42 في 0.508 بما حضبه اضرب الاكتف كوفيشنت ما انا عندي، فيطلع عندي البريشر الباسف بريشر لما اكون عند هذا العمق يساوي لنا ايش؟ 462.866 كيلو باسكال. هسه هذا اول شيء وجدناه في هاي المعادله هو البي سب في بار داش البشر عند هذا المنسوب. هستقل الى ايش؟ على الثاني معادله اللي هو ايش؟ اطرح الار اي طبعا نفس المخطط ما جبته ونفس المعادله اللي جبتها. الار اي شو تساوي لنا؟ الار اي تساوي لنا مجموع مساحه الار اي مجموع مساحه الاكتف او الاكتف فورس في منطقه اللي فوق الدرج لاين. يعني مثلا تساوي لنا مثلا مجموع المحصله مالت الاكتف فورس تساوي لنا الواحد مساحه رقم واحد زائد مساحه رقم اثنين زائد مساحه رقم ثلاثه. مساحه رقم واحد تساوي لنا نصف القاعده بالارتفاع. جد الارتفاع 3.05، جد القاعده هي 15.758 في نصف انطانا هذه المساحه رقم واحد. المساحه رقم اثنين شو تساوي لنا؟ تساوي لنا الارتفاع هذا من القاعده اللي نفسها 15.758 من الارتفاع اللي هو 3.05. هاي زاد المساحه رقم ثلاثه نصف القاعده شو تساوي نصف القاعده؟ هي ال 24.349 هذه ناقص 15.758 يطلع عندي قاعده في نصف في ارتفاع اللي هو 3.05 يطلع عندي المساحه رقم 3. هذا العفو هذا زائد ايش زائد نضيف لها طبعا العفو انا نسيت انا اضيف لها الاكتف طبعا هذه هم اكتف تشتغل عندي الار اي مثل المحصله ما قلنا لكل الفورس اللي تكون في محطه الاكتف زائد هذه المساحه اللي هي ايش؟ تساوي نصف القاعده نصف القاعده هي ايش؟ قاعده 24.349 في ارتفاع اللي هو 0.508 هذا قاعد نصف القاعده في الارتفاع يطلع عندي محصله مالت هاي المساحه كلها الار اي ايش قد المحصله؟ 21.379 كيلو باسكال. احتاج اسيب المعادله ايش؟ تحتاج بعد الواي بار وهو بعد المحصله عما عن هذا المنسوب. شو يساوي؟ عزم المحصله حول اي نقطه مثل يساوي لنا مجموع زم مركبات. فاجي هاي المساحه في ذراعها او عزم المحصله هو قلنا الار اي محسوبه واي بار هو عزمها هو ذراعها الواي بار اضرب واحد على المحصله في مجموع زم مركبات المحصله. فعندي هذه المساحه رقم واحد ايش قد مقدارها؟ مقدار 24.031 ايش قد راح عن هاي النقطه يساوي لنا ثلث 3.05 ثلث هذا الارتفاع زائد 3.05 زائد 0.508 يطلع عندي هذه الذراع مالت المساحه رقم واحد. اجي على المساحه رقم اثنين ايش قد مقدارها؟ هي مساحه مستطيل ايش قد مقدارها؟ 48.062 ايش قد بعد مركز هاي المساحه عن هذا الليفل يساوي لنا نصف 3.05 زائد 0.508 حسب هذه الحسابات. هذا ذراع المساحه رقم اثنين. المساحه رقم ثلاثه ايش قد مقدار المساحه رقم ثلاثه اللي هي نصف قاعده الارتفاع يساوي لنا 13.101 ايش قد راحه عن هذا المنسوب؟
هو ثلث الارتفاع هذا اللي هو 2.05 اضيف له 0.508 هذا الذراع، يبقى عندي ايش؟ المساحه حقهم 4. شو يسوي لنا؟ بنصف الارتفاع، هاي مساحه 4، هاي مساحه 6.85، ايش قد معدلها عن المنسوب؟ هو ثلثين الاي، يعني الاي تساوي لنا 0.508 في 2 على 3، يطلع عندي بعد هاي المساحه معكس هاي المساحه عن الذراع عن هاي الليفل. مجموع قلنا هاي معزوم هاي المركبات هاي المحصله، اقسم على المحصل يطلع عندي بعد المحصله من هنا هنا الواي بار. هسه كل شيء عندنا صار معلوم، البي صبار بلاش معلوم، الار اي معلومه، الواي بار معلومه، السي معلومه. هسه ممكن اطبقها بهاي المعادله، ادخلها على هاي المعادله واحسب قيمه الواي. واكد لكم على حد كذا كذا كلام مالتنا لما تكون عندي هاي المعلومات كلها متوفره. اجهز اطلع ايش حدود او معاملات كل حد من حدود هاي حدود هاي المعادله اللي مالت الدرجه الرابعه. اطلع البي سب بار داش على السي، يلقى البي سب بي بار، بي سب بي بار وجدناها اللي 462.866 حسبناها على جد السي اللي هي 47، ايوه حسبناها 47.91 يطلع 9.6461. اجي على المعامل مالت الحد الثاني اللي هم الدرجه الثانيه 8 ار اي اوفر سي، طبعا عندنا فرق نمرين كاتو سي اللي هو ميل مال هذا الخط المستقيم مش عندنا سمول سي اثبت انه كوهيجن في حاله ربط طيني، هذا عندنا هذا كاتو سي، هذا ميل هو كاتو سي. عندنا 8 في الار اي، الار اي موجوده هنا 21.79 تقسيم السي يطلع عندي هذا 15.258. انتقل بعدها الى عش على معامل الحد الثالث اللي هو هذا هم اجيبه هنا واعوض عن ار اي واعوض عن السي واعوض عن واي بار يطلع عندي مقدار 162.100، يبقى عند الحد الرابع في المعادله اللي هو هذا يساوي لنا ايضا اعوض عن كل واحد من هاي البارامترز يطلع عندي مقدار 222.50. اعوض هاي البارامترز كلها في هاي المعادله يطلع عندي هاي المعادله للدرجه الرابعه. هاي المعادله ممكن احلها تطلع العدديه اللي اخذتوها بالرابع بالثالث من نيوميكال ميثود او بالميكرو اناليسيس بتحكي عددي، او نحلها بالبايت فايل بمحاله الخطا. اذا اشتغلنا بمحاله الخطا ناخذ اول نفط اول عمق هو ثلاث ارباع ارتفاع هذا اتش ثلاث ارباع 6.1 اكرر او اجل او قيمه بحيث يكون عندي المفروض عندي هذا الحد كله شو يساوي لنا لما اعوض بالواي بهالمعادله هاي لازم تطلع عندي معادله صفر اكرر العمليه مره ازيد ارفع مره اقلل عن هذا الفاضي الى نصل الى قيمه للواي بحيث يطلع عندي لما اضرب بالواي في هذه الحدود كلها المعاملات يطلع عندي الطرف هذا كله يساوي صفر من المحاول الخطا راح يطلع عندنا الواي هذا هو 4.6 متر. هسه هذا هو الجزء الثاني من البنتريشن ديث، الاي هسه وجدناها والواي ايضا وجدناها. هذا لا اجمعهم يطلع عندي عمق البنتريشن ديث. ما نعدي هسه اكو فقره احنا حسبناها اللي هي قيمه الزت اللي هي منطقة اللي يبدا بها ايش تشتغل هاي المنطقه تبدا تشتغل باسيف اكتف وهاي المنطقه تصير عندي باسيف بحيث يقل عندي بالنهايه مش هنشوف يبدا عندي يقل عندي الباسيف هنا وتحول تربى الى ايش تحول هاي الجهه تشتغل عندي هاي تشتغل عندي اكتف هاي المنطقه تشتغل عندي باسيف يعني اي تشتغل عندي تقلب عندي العمق زت منين جبناه؟ من هاي المعادله اللي يساوي لنا البي صبار داش في الواي ناقص ايش؟ ال 2 ار اي على بي بار اللي هي المسافه زائد بي بار دبل داش اللي هي المسافه. بهاي المعادله طبعا هنا في لما توفر عندي كل المعادلات متوفر عندي هاي الفقره، هاي الفقره زايده ما احتاجها. احسب الزت لما كل شيء اللي متوفر بالحل بالسؤال. هاي الفقره اللي هي حسبنا بها الزت كلها ما احتاجها. يعني هاي الفقره من هنا لحد هنا هذه كلها زايد. انا وحدت.
البريشر عند هذا المسؤول اللي هي شلون قلنا سوينا بي بار سب بي اللي هو هذا البريشر هذا البريشر هذا شو يساوي لنا؟ حسب هاي المعادله البي بار البي سب بي بار مثل السي في الواي هذا اللي جبناه اللي هو هذا البي سب بي بار نشي سوينا حساوينا سي كابتل في الواي احنا قلنا هذا الخط المستقيم مالتنا ايش؟ الميل مالته هذا خط مستقيم الميل مالته هو سي يعني كل واحد متر عمودي ينطيني سي باتجاه الافقي اذا كنا على العمق دي لكن على العمق واي يعني من هنا لهنا هذا كله واي الجذر حيساوي انها مسافه افقيه راح يساوي ايش؟ سي في الواي اعيدها لا لو واضحه لكم هاي عندكم واضحه لا 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 واضحه دكتور ماشي قلنا على فرض ان كل واحد متر باتجاه العمودي ينطيني اتجاه افقي يعطيني سي اذا على عمق واي راح يصير عندي هذا الافقي كله يساوي سي في الواي هسه هذا برشا عرفناه البي بار سب بي السي 47.91 الواي وجدناها 4.6 يطلع عندي هذا الحد من 220.6 كيلو باسكال اريد احسب ايش؟ الار اي معلومه الواي معلومه هاي وجدناها البي سب بار بي سب بي بار احتاج احسب هاي البريشر هاي يساوي لنا البريشر هنا البي سب بار البي اللي هاي مثلا من هنا بي سب بي بار دبل داش شو يساوي لنا؟ يساوي لنا حسب هاي المعادله ايش؟ البريشر شوفوا هنا عندنا هذا هذا البريشر يساوي لنا البريشر هنا في حاله الباسف اللي هو انه ايش؟ يساوي لنا البي سب بي داش بار داش طبعا هذا بار داش زائدا البريشر هذا يعني البي سب بار داش هذا زائد هذا البريشر اللي هو سي في الواي اجي البي سب بار داش حسبناها 462.86 من وين البدايه حسبناها من اول ما شيء زاد ايش؟ السي اللي هو قلنا 47 اللي هو في الواي اللي هو نفس السي في السي في الواي نفسه هو نفس البي سب بار هذا الحد سي واي يطلع 220.86 اجمعهم يطلع عندي البي سب هذا الرشه هنا عندي يطلع 683.252 كيلو باسكال اعوض هسه هاي المعادله عن البي سب بار والواي والتو ار اي والبي سب بار عندي على زائد البي سب بار دبل داش يطلع عندي الزت هذا العمق اللي يبدا بيها تبدا تحول من الجهه اليسار من باس كاتب يبدا يكون العمق 2 متر وقلنا هاي الخطوه لما يكون عندي كل شيء متوفر هاي الخطوه كلها زايده هسه وجدنا العمق المطلوب للبنتريشن المطلوب بعدنا ما فكرناه اي طلع ايش الجزء الثاني او الجزء الاول من التصميم هو طلع نوع السكشن اللي لهذا الشيت بايل قبل لا انتقل الى نوع السكشن خلينا نرجع كل ما كل هالخطوات هاي اكو عندنا الشكل ما واضح عندكم طلاب اذا عندكم شيء ما واضح سألوا إذا نايم خليه يقعد. عفوا دكتور بس عيد البي سب بي داش، شلون حسبناها؟ ليش طرحنا آخر حد؟ وين بيها يا فقرة هنا؟ وين بيها فقرة؟ بالبداية البي سب بي داش. هنا؟ نعم دكتور. هذه. عندنا هاي منطقة تشتغل إيش؟ تشتغل قلنا أكتف.
انا في الشغل هاي باسف، قلنا مسوي عندنا انقلاب بلشت بايل مالتنا صار هالشكل هذا، يعني فشل. هاي المنطقه ايش صارت تشتغل، هاي المنطقه قلنا تشتغل عندي باسف، هاي المنطقه تشتغل عندي ايش تشتغل عندي اكتف. انا احسب لحد هالعمق هذا ايش قد البشر، انا لحد هذا صار عندي باسف، انا صار عندي اكتف. شو يساوي الباسف بريشر؟ هذا العمق الدنسيتي 3.05 في 13.28 بما ضرب الكيس اوف بي اللي هو ايش؟ 5.385 هذا هو البدايه. يعني انا لان بيسبب نفس انا خطأتها خارج قوس، فاقول 3.05 في 13.28 في الكيس اوف بي زائدا 3.05 في 9.42 في الكيس اوف بي اللي هذا الحد الثاني زائدا هذا العمق اللي هو 0.508 في ال 9.42 في الكيس بي اللي هذا نفسه، يعني كلها لان الكيس بي نفسه راح خارج قوس لحد هسه احنا الباس بريشر الى حد هالليفل. شو يشتغل عكسه؟ يشتغل عكسه الاكتف، اللي هاي المنطقه تشتغل باسف، هاي المنطقه تشتغل عندي اكتف. جد عمق التربو هنا عندي بالجهه بالاكتف عمق جد 0.508 في جد الدنسيتي 9.42 وزن عمودي في نقطة اكتف، بما حضر بضرب الاكتف كوفيشنت في 0.9.299 يطلع عندي الاكتف بريشر. فاحسب الباس بريشر اللي حد هذا الليفل، اطحن عند الاكتف بريشر هذا حد هذا الليفل. هسه واضحه ولا لا؟ نعم دكتور واضح. ارجع واقول النايم يقعد لان حطوا ببالكم احتمال يجيكم سؤال ما عندكم ولا معادله، حطوا ببالكم هذا الشيء. يا سلام جاي هسه الحكي جاي اشرح كل هذا الكلام كله جاي اشرحه لما تكون عندنا كل شيء متوفر، يعني كل شيء معادله قدام وجهي واشتغل عليه. لكن اذا معادله ما قدام وجهي واقعد اشتقها اشتقها المعادله. هسه بعدنا قلنا حاشي ده كله حاشي ده هذا عندك شيء جاهز. هسه قبل ان تقرا حساب المقطع اكو سؤال عندكم بعد ما واضح دكتور، بس المعادلة اللي تنحل بالمحاولة والخطأ ايش قد نفرض اول عمق؟ ثلاثة ارباع ثلاث ارباع الاشكال ثلاث ارباع القيمة. اوكي دكتور. اول حلو قلنا بانه ما يكون مفرد تقطع العدد اللي اخذتوها بالثالث. هسه اربع سؤال دكتور، يعني شلون احنا نشتق معادلات اذا ما اجن معادلات؟ بعد وراها ما خدم العيد لكم على حاجه كلها عيد لكم اياها لما تصير شو ما متوفر عندنا. بس حكينا قلنا كل حكينا متوفر، شو اللي متوفر؟ هذا كمل الحل شرح بعدين ارجع عليهم. تمام دكتور. بعد بعد ماك سؤال ماك سؤال هسه اوجد المقطع، المقطع اللي احتاج يسوي يعتمد على البيندنج مومنت. هاي شو اشتغل؟ هذا كانت ليفر طيب اللي هو وين يكون عندنا لازم بيندنج مومنت بيا منطقه الكانت ليفر شو الحين شو عندنا بيندنج مومنت؟ يكون عندنا ايش؟ شو راح يكون؟ الشكل هذا كانت ليفر العفنان ما لازم ما بيندنج مومنت. اطلع ماكسيمم بيندنج مومنت، ما اطلع ماكسيمم بيندنج مومنت شو اسوي؟ اقسم البيندنج مومنت الماكسيمم اقسمه على من؟ اقسمه على الالاو ستريس. شو راح اطلع؟ اطلع السكشن مودلس. وبعدين لما اطلع السكشن مودلس اروح على الجداول، وهسه هاي الخطوه اللي بعدها. هسه اطلع الماكسيمم بيندنج مومنت، الماكسيمم بيندنج مومنت بدي اعرف وين مكانه. عندي نقطة على طول البايل دائما يكون عندنا المازم بين ما بين هاي ضمن هذا الليفل اللي هو من هنا
الماكسيمم بيندنج مومنت، لكن بالضبط لو يطلع موقع الماكسيمم بيندنج مومنت شلون اوش ده؟ احنا عندنا علاقه ما بين البيندنج مومنت وما بين ايش؟ الشير فورس. عند الماكسيمم بيندنج مومنت ايش قد مقدار الشير فورس؟ صفر. صفر. فنطلع الشير فورس العمق اللي عنده يكون الشير فورس صفر. على فرض قلنا ضمن هاي المنطقه حيكون عندنا هو موقع الماكسيمم بيندنج مومنت. افترض خلينا نمسح هذا. افترض على عمق اكس يكون عندي شير فورس صفر. احنا كده ايش؟ بنطلع من هاي المنطقه الماكسيمم بيندنج مومنت. فافرض ان عمق اكس هو الشير فورس صفر. لما تكون عند الشير فورس صفر معناته ايش؟ الاكتف فورس تساوي لنا الباسف فورس. طبعا هذا المثلث هو صغير المفروض يكون اكبر، بس لان حتى فقط للرسم كان هذا المثلث هو صغير. فلازم عندي هذا المساحه مالت هذا عند هذا العمق اللي يكون بشيء صفر، هاي المساحه تساوي لنا مساحه هذا المثلث. هاي المساحه لما شو تساوي؟ مثلنا الار اي حسبناها، مساحه رقم 1 زائد مساحه رقم 2 زائد 3 زائد 4. مساحه هذا المثلث على عمق اكس قلنا هذا الميلان كل واحد متر باتجاه العمودي ينطيني مساحه رقم سي باتجاه الافقي. اذا عمق هو عمق اكس ايش قد يحصل عندي افق؟ مسافه افقيه هو سي في الاكس. فعلى عمق اكس راح تكون عندي مقدار البرشر، انا عندي الباس برشر هو سي اكس. مساحتها مثلث ايش قد راح اساوي لنا؟ شو تساوي لنا؟ دكتور نصف في مثلث. سي اكس في اكس نصف السي اكس في الاكس. فتكون عندي على عمق اكس قلنا شو يساوي صفر. فصار عندي ايش؟ الار اي سماش اوف اكس سماشن اوف اكس يساوي صفر. ايش؟ عندي الار اي قلنا مثلا محصلة واحد واثنين وثلاثة وأربعة، الار اي تساوي هاي المساحة زائد هاي المساحة زائد هاي المساحة زائد هاي، حاسبها احنا بعد ما احتاجيتها، الار اي ناقص ايش؟ مساحة هذا المثلث. نص معدل ارتفاع نصف السي اكس في الاكس. هذا كل شيء كله يساوي نص صفر. اعوض عن الار اي ما يساويها. واعوض عن السي ما يساويها. اطلع كلمة اكس اللي هو 1.953 متر. يعني حيكون عندي الماكسيمم بيندنج مومنت على عمق 1.953 متر من هذا المنسوب. من عند هذا هسه وجدنا المنطقه اللي يكون بها البيندنج مومنت هو ماكسيمم. هسه اجي احسب ماكسيمم بيندنج مومنت على هذا الاساس. اجي عمق عند هذا المنسوب اللي قلنا وجدناه اللي هو 1.953 متر. شو اسوي؟ مجموع كل هاي المساحات حول هاي اللفظ. هاي المساحة في ذراعها حول هاي النقطة. زاد هاي المساحة في ذراعها حول هاي النقطة. زاد هاي المساحة في ذراعها حول هاي النقطة. زاد هاي المساحة في ذراعها حول هاي النقطة. ناقص هاي المساحة في ذراعها حول هاي النقطة. انتبهنا لازم عندي مومنت بالشكل التالي. المساحة رقم واحد في مقدارها 24.031. زيادة ذراعها من هنا لهنا تساوي لنا ثلث 3.05. زائد 3.05 زائد 0.508 زائد 1.953. المساحة اثنين تساوي لنا مساحة اثنين معلومة عندنا قاعدة الارتفاع وجدناها اللي هو 48.062. زائد بعدها مركز هاي المساحة عن هذا المنسوب نصف 3.05 زائد 0.508 زائد 1.953 يطلع عندي ذراع المساحة رقم اثنين هذا زائد المساحة رقم ثلاثة قد تساوي لنا نصف قاعدة الارتفاع اللي تساوي لنا 13.101. ايش قد بعد ذراعها عن هذا المنسوب؟ هو 3.05 زائد 0.508 زائد 1.953 هذه زائد هاي المساحة رقم 4 ايش مقدارها؟ مقدارها 6.185
الجد بعد مركزها عن هذا عن هذا اللفظ هو ثلثين الاي زائد اللي هو ثلثين 0.508 زائد 1.953 زائد ناقصا عن ناقصا هذا كله بالاكتف هذا سبب باسط ناقصا هاي المساحه اللي نصف القاعده في الارتفاع نصف السي اكس النصف هسه هاي الجذر سي 47.91 الجذر اكس 1.953 نص هاي القاعده الجذر الارتفاع هو اكس 1.953 على الارتفاع نصف القاعده في الارتفاع بما اضربه اضربه في بعد مركز هاي المساحه عن هذا اللفظ ايش قد بعد المركز هو ثلث الاكس ثلث ال 1.953 على 3 يطلع عندي ايش الماكسيموم بيندنج مومنت هو 348.694 كيلو نيوتن متر لكل متر يعني هاي الحسابات كلها لكل متر طول من عمق او لكل متر طول عمودي على الصفحه يعني ترى انا كل حساباتي كلها البرشر والمومنت والفورسز كلها لكل واحد متر عمودي على الصفحه هاي يعني كل متر من طول الشيت باير لا طول الشيت باير مثلا طوله 100 متر كيلومتر كيلومتر اللي هاي المساحه حساباتنا كلها لكل متر واحد لكل واحد متر من طولها الشيت باير لكل واحد متر عمودي على الصفحه مالتها هسه وجدنا الماكسيموم بيندنج مومنت حسبناه اقسم علما على الله بس انطانيه اللي هو 165 ليش حطلع اطلع الشير السكشن مودولس 348 مون 694 اقسم على 165 في 10 اس 2 في 10 اس 3 احول هذا الميجا باسكال الى كيلو باسكال اضربه في 1000 يطلع عندي السكشن مودولس 2.11 في 10 اس 2 3 متر مكعب لكل متر طول من الشيت فاير يعني كل متر عمودي على الصفحه هذا هو السكشن مودولس المطلوب اختار المقطع وين اروح؟ على جدول رقم 6 7 6 اختار المقطع المناسب عندي شو اللي يناسبني من المقاطع؟ اجي عندي مقاطع اشكال هذا المقطع عندي على سيطرة اللي هو البيزك 40 اللي يهمني من هذا الجدول شو يهمني؟ يهمني انا حتى اصمم احتاج اطلع السكشن مودلس لكل بايل لكل شيت بايل واحتاج ما يسمى بالدرايفنج ديستنس طبعا هاي الفوق هي تمثل لنا بالانج والجو تعطينا اياه ابعاد ابعاد بالمليمتر اجي لما اجي على انا عندي السكشن مودلس مالتي المطلوب هو 2.11 في 10 اس ناقص 3 لما اجي اختار اول واحد هو بيزت 40 عندنا ايش شو نسوي؟ اطلع السكشن مودلس مالتي اللي هو لكل مثل لكل شيك باير جي مقداره 1.6 اقسمها انا عندي ال 1.632 تقسيم درايف ديستنس اللي هو هاي المسافه اللي هي 500 هذه القيمه هاي القيمه 500 هاي في 10 اس ناقص في 10 اس ناقص 3 انا انسى وال 500 اضربها ايضا في 10 اس ناقص 3 حتى احول المليمتر الى متر فصل عندي ال 1.632 تقسيم 500 يطلع عندي 3.264 في 10 اس ناقص 3 هذا المقطع الاول اللي اخذناه اللي هو ايش ميزه 40 هذا النوع هذا السكشن هذا قيم اعلى منها اعلى من 2.11 في 10 اس ناقص 3 اروح على السكشن اللي بعده اللي هو ميزه 35 ايش قد عندي عندي ايش قد عندي سكشن مدرس للبايل وحده هي 1.498 ايش قد دافع الاستنسي مالتها 575 فاقسم 1.498 في 10 اس ناقص 3 اللي هو في 10 اس 3 على 575 في 10 اس ناقص 3 يطلع عند 2.605 هذا القيمة أعلى من 2.1 بالتالي شو أسوي؟ أكنسل البيزك 4 أكنسله أعطيها واحدة أقول أخذ أقول أخلي هسه ببالي البيزك 35 السكشن الثاني لما أروح على المقطع اللي بعده اللي هو بيزك 27 أقسم هذه ال 1.742 على 460 حيطلع عندي هذا المقدار أقل من 2.11 إذا شاخذ اخذ البيزت اللي هو
بيساوي 35 اللي هو هذا. فأقول الـ 2.6 هو أعلى من المطلوب، من السكشن مودس المطلوب اللي هو 2.6 أو 5 في 10 ناقص 3 أكبر من 2.11. إذا أوكي هذا المقطع مالتي هو بيساوي 35، هذا نستعمله. هسه شو أسوي؟ أرجع أطلع الطول أشيت واير مالتي. إحنا قلنا الـ A شو تساوي لنا 0.508 والـ 4 والـ Y تساوي لنا 4.6 أجمعهم. نطلعنا بالسؤال قلنا عندنا بالسؤال السيفتي فاكتور نسبة إلى فيبريشن ديف إلى الدي هاي اليد هو 1.3. فبعد ما حسبنا قيمة أجمع الأي والواي طبعا الديث الدي هي كاتل دي فيبريشن ديف أضربها قيمة في 1.3 هاي قيمة اللي هي 4.6 زائد 1.508 يطلع 5.108 في 1.3 يطلع عندي 6.64 فيبريشن ديف هذا الفاكتور أو المعدل. هالقيمة هذه المعدلة أجمعها ويا أجمعها ويا طول الشيت باير فوق سطح الأرض فوق الدرج لاين اللي يسوون 6.1 يطلع عندي طول الشيت باير كله 12.74 متر. هذا الكلام إن لما أنطاني بتراشن ديبث إيش أو الفاكتور نسبة إلى بتراشن ديبث، إذا أنطاني الفاكتور نسبة إلى إيش الباسف فورس بتراشن ديث نزيد الطول. اذا انطاني السيفتي فاكتور نسبه الى الباسف فورس شو اسوي؟ شكو عندي كي سب بي اقسمها على من؟ اقسمها على الباسف على الفاكتور هذا. وما عندي حسابات بها كي سب بي يدخل بها كي سب بي اقسم كي سب بي على ايش الفاكتور الانطانيه وابدا ايش اقلل الباسف فورس. واذا عندي تبطينيه مثل ما ناخذ ان شاء الله بالمثال القادم ان شاء الله شكو حسابات بها السي اقسمها على الكوهيجن اقسمها على على السيفتي فاكتور. اذا انطاني في السؤال فاكتور البريتشن ديف وانطاني فاكتور الباسف فورس او الباسف بشر شو اسوي؟ احسب الدي اكمل حساباتي احسب الدي مرتنا وازيد اضرب الدي بالسيفتي فاكتور ازيد طول. وبنفس الوقت وانا اشتغل على حسابات البشر وما عندي حسابات بها كسب بي انا عندي كيس بي هذه هي هذا بشر اقسم على ايش اقسم على السيفتي فاكتور. وما عندي كيس بي ما مو كيس اي الكيس بي فقط وما عندي بشر باس بشر احسب عنده اقسمه على ايش اقسمه على السيفتي فاكتور وبعدين اطلع الطول الفعلي او الطول المطلوب والمقطع المطلوب. هذا هو فيما قلنا لما تكون عندي كل شيء متوفر. ارجع اقول لما كلها لما عندي هاي المطنطانيه احنا هذا الشكل لازم تحفظونه. نحسب البشر نحسبه من السطح التربعي الى منطقه الدرج لاين على حساب احنا نوجده هذا الخط بعد هذا انت حفظه المسافه هاي اي وهاي المسافه هي واي. اذا عندي معادلات متوفره انطانيها بالسؤال كان بها ما انطاني هاي المعادلات كلها عندي المعادلات كلها والله بشر حسبناها لبشر الباسف فرشه هذا مش حسبنا حساب هاي هذا العمق في الدنس في الدنسيتي في الكوفيشنت نسعدنا هذا العمق في الدنسيتي في الكوفيشنت باسف كوفيشنت هذا العمق في الدنسيتي في الباسف كوفيشنت ناقص هذا العمق في الدنسيتي في الاكتف كوفيشنت يطلع لنا البي سب بي. نعم شلون احسب اذا كان الاي ما موجود عندي شلون احسبها اذا كانت عندي البي سب بار هذا هم ما عنده مشكله بي. البرش هنا عندي اللي شو يسوي السي في الواي البرش هنا هم ما عنده مشكله هم حسابات حسبنا هذا لما يكون هذا عمق واي هذا البرش شو يسوي لنا السي في الواي وش يسوي لنا؟ يسوي لنا البي هذا كله قلنا يسوي لنا البي سب بي واي هذا احنا ما عندنا مشكله نحسب حساب نطلع السي ونحسب على البرشر. البي سب بي دبل بار هذا البرشر. شو نحسبه؟ اشتقى. نكمل اشتقاق هاي العمليات كلها مالت حسابات الاي حسابات البي سب بي حسابات السب بي بار حسابات الزت
نكمل المحاضرة الجاية نخليها للمثال الثاني. تردون دكتور خليها المحاضرة الجاية. نكمل ان شاء الله المحاضرة الجاية يوم الاحد الجاي، اخذكم ان شاء الله، اخذكم الاحد المثال الثاني، نشتق بكل علاقاتنا وبعدين ارجع على مثال هذا مالتنا ونعيد نشتق نفس العلاقات مالتنا اللي نريدها. فان شاء الله يوم الاحد الجاي ناخذ المثال الثاني ونعيد اشتقاق هاي العلاقات المتوفره عندنا اذا في حاله ما متوفره عندنا، وناخذ يوم الاثنين الجاي المثال الاخير اذا لحقت، اذا لحقت اعطيكم بعد مثال، واذا ما لحقت نعم. دكتور يعني كل المعادلات اللي موجودة على الرسم تعطى في حال إنه إحنا حلينا بالمعادلات، مو صحيح؟ اي واذا ما هو ما تشتق تمام. طبقكم انه تشتق تمام كذا. فعليكم ان شاء الله الاسبوع الجاي اعلمكم شلون اشتق.